حركه قليله جدا. نسبه المبيعات اللي تتعدى مثلا ممكن نقول 30%. هو المدارس طبعا من الحاجات اللي او المواسم الكويسه اللي انت بتلاقي فيها حركه رواج نوعا ما. الدراسه بتبدا، محتاجين يعملوا ابديت للاجهزه، للبرنترات، ناقصين كيبوردات، مواسات، اكسسوارز، في ركود لعوامل كتيره. عامل ان الاسعار، ارتفاع الاسعار، في منتجات كتيره مش براندات مش موجوده. مجال كمبيوتر فالمجال ترفيهي شويه، ف يعني احنا بنبقى اخر حاجه في متطلبات الناس. والله هي كانت قبل العمل الدراسي كانت يعني كانت الدنيا المبيعات بسيطه شويه، فبعد يعني اول ما ابتدت العمل الدراسي ابتدينا نشتغل في اللابات وابتدت تتحرك شويه. هو طبعا ال اتش بي والديل دول نمبر 1، وضم معاهم دلوقتي لينوفو، يعني دول التلات براندات اللي يعتبر موجودين في السوق وموجودين في السياحه، سي ام بي سي، سي ال لاب، تقدر تقول اول اربعه مثلا. في براندات عاليه بتوصل ل 25,000. ده بالنسبه لللاب، بالنسبه للبي سي بتبقى حاجات بتوصل ل 15. طبعا الحاله الاقتصاديه العامه اللي انت دلوقتي بتنزل مثلا تجمع جهاز جديد او كده او بتاع، سعره اختلف عن الاول كتير، فتلاقي الاوريجينال او الاستيراد بقى شغال اكتر، تلاقي اليوز دي بقى شغال اكتر. اغلبيه الشركات اللي بتاخد نيو دلوقتي وبعض اليوزر الاكتريه في لينوفو. ايه؟ لينوفو حاليا لينوفو مثبت سعره كويس بامكانيات كويسه، في الاغلبيه بنفس امكانيات الاتش بي او الديل، بس السعر بيبقى اقل منهم شويه. تبدا من عندك من 3900 وانت طالع في جميع اللابات. البي سي قليله، شغالين عليها شغل توريدات. في لينوفو الواي 540، في لينوفو ال 340، في الديل اللي هو جي 5، في اتش بي البروبوك، دي كلها موديلات مطلوبه، بس هي اكترها لينوفو والديل. يعني هو يتراوح بيبتدي مثلا من 12,000 وانت طالع كده. اجهزه البي سي هو بتبقى مطلوبه اكتر للجماعه اللي هم الجيمر. الاغلبيه دلوقتي احنا شغالين في المستعمل، لان الجديد بقى الموضوع فيه صعب شويه، لان انت عايز تعمل جهاز جديد، لو جهاز عادي اللي هو انا بقول لك عليه للاطفال ده ممكن يعمل له 5,000 جنيه. فالغالب دلوقتي بقى كل الناس بتتجه للمستعمل.